مشاهدينا الكرام، من بعد الرياضة الصباحية وصلنا إلى محور حلقتنا لهذا اليوم، ومثل ما يقال ختامها مسك، ومسك ختام حلقات هذا الأسبوع هي ضيفتنا لليوم اللي قدمت مثال رائع واضح لما يجب أن يكون عليه الإنسان ويتحلى به من صبر وعزيمة، وأيضا مع شريك حياتها قدموا مثال واضح لمعنى المودة والرحمة. ضيفتنا هي حوراء اللي حولت المحنة إلى منحة وحققت ما لم يستطع الأصحاء من الناس تحقيقا. دخلت مجال كرة المنضدة وحققت البطولات، ارتبطت بشريك حياتها وكونت أسرة تعنى بها، تعتني بشكل جدا كبير بها، وهم يعتنون أيضا بها بنفس الوقت. كيف حققت كل هذا حوراء وما زالت تحقق إنجازات؟ راح نتعرف على كل هذه التفاصيل مباشرة منها بعد ما نصبح عليها أكيد عبر السكايب، ونقولها صباح الورد والعافية. يسعد صباحك ست حوراء. صباح الخير عليكم جميعا وعلى قناة الرشيد وعلى كل المشاهدين. صباح المحبة، وبالتأكيد نتمنى لك يوم سعيد وجميل. بداية ست حوراء، يعني عارفينا عن نفسك على طريقتك الخاصة، منو حوراء وشنو الإنجازات اللي سوتها بحياتها؟ باختصار أنا حوراء. نعم. تعرضت لقصف ارهابي بسنة 2005، ادى الى يعني سبب اعتشال بالاطراف السفلى. نعم. كملت دراستي وانا بدرس متحرك، شاركت بنادي رياضي بسنة 2014، حصلت انجازات دولية ومحلية، منها بطولة اسيا للشباب سنة 2017. نعم. حصلت على ميدالية برونزية. حلو. حوراء، بداية يعني بعد ما عرفتينا عن نفسك، احنا كلش فخورين بيك، احنا نرفع راسنا بحضرتك، ببطولاتك، بكل ما قدمتي، بكل ما تعبتي ووصلتي الى رغم الحادثة اللي مريتي بيها، لكن اكيد هذه ما كانت عائق بالنسبة لك بكل حياتك اليومية، بتكوينك لأسرتك، وبنفس الوقت لمجالك. اريد اعرف منك انه انت دخلتي مجال لعبه كره المنضده، حققتي بطولات، شلون بديتي مشوارك؟ واعتزلتي الموضوع نهائيا لو مشاغل الحياه والاسره لها الاولويه كانت اكثر من البطولات هذه الفتره فقط. الصراحه انا بدايتي كانت كابتن اللي هو الى اكيد كلش كبير علي، كل عالم الرياضه هو تدربني اكثر من كل بس حتى وصلني للمرحلة اللي أنا فيها. فالحمد لله يعني علم الرياضة هو أصلاً شيء كلش حلو ويغير هواية من الحياة. الرياضة هي أصلاً كلها صحة. معوقات ما كانت عندي بالرياضة، بالعكس يعني حسيت الموضوع حلو ويقدر يعني الإنسان يطلع من الطريقة اللي هو فيه بطريقة كلش حلوة، حتى تسوي له إعاقة بالمجتمع أفضل. ذلك من خلال انه اعتراف قادر على انه يتطب وتطلع وتسافر بدون حدود، وخاف انه ممكن انا ما اقدر، ليش؟ لان احنا في ماسكين بمعركه يعني تقدر تقول ناس تساعد ناس، فعالم الرياضه كان شيء كلش حلو، ما حسيت المعوقات ابدا. نعم. بالعكس حسيت انه انا طلعت طاقه، اذا كانت البطولات دوليه او كانت بطولات محليه. صح. حلو. طيب حوراء، على ذكر الأسرة، أنت وحيدر شكلتوا ثنائي كلش حلو يقدم معنى الدعم والمودة والرحمة، خبرينا شلون التقيتي أنت وحيدر وشلون تم النصيب؟ حيدر، أنا التقيت بحيدر بصراحة، أخوي نشأ بسورة على الفيسبوك سنة 2019. أوكي. طلب أصدقائي كلي إنه أنا كنت مريض. فبصت فشاف الصورة هو حيدر زوجي، فانتجب بي يعني وحاول التأثير في أخويا على موضوع قوي شيء ما صارت أكثر من سنة ونص. يعني إحنا ما صار زواجنا إلا 20 شهر السابق. حلو، يا رب إن شاء الله الله يديمكم طول العمر. حبيبتي اللي هو تواصل وياي شخصيا، وبعدين اتفقنا على هاي الأمور. يعني هو بادر بمشاعره اولا. يعني هو يعني قدمت سنه ونص وانا كنت حتى ما اعرفه. حلو. يعني ولا سمعت ماكو شخص.
وراسا انت دخل قلبك وحبيتي؟ لا يعني اكيد تتواصل وياي، يعني شفت الاول مستغربه انه شنو هالاصرار سنه ونص وانت ما مليت يعني ما شيء. فيعني بعد ثلاث كلام عرفت انه هو قاضي مشاعرات. يعني بطبيعه الحال احنا البنات اصلا ضعيفات قدام الانسان اللي يحبنا ونصدق، فيعني من شفت قصتك فيها بادرت نفس المشاعر. اكيد انتوا البنات مو ضعفاء، انتوا البنات عاطفيات، تمتلكون عاطفه صح. لكن انتوا اكيد مو ضعفاء، انتوا اقوياء، والدليل انه انت رغم كل المحن اللي مريتي بيها انت قويه وصامده وتحديتي كل العقبات ونجحتي ووصلتي حتى بحياتك الشخصيه بتكوين هذه الاسره. طيب اليوم مشاركتكم للتجارب واللحظات اللي بحياتكم اليوميه، هذا الموضوع صار امر عفوي لو شيء متفق عليه باغلب الاحيان حتى ينزل على السوشيال ميديا؟ بطبيعه الحال اني قبل ما اكون زوجه او ام كنت انشر بعض الفيديوهات على صفحاتي على الخاصه يعني على الانستغرام وفيسبوك. احاول انقل فيها او اغير نظره المجتمع عن ذوي الاعاقه. فيعني من تزوجت حبيت اوصل رساله اقوى انه الحب اقوى من كل شيء، تعرفون انه بناء مجتمعنا يعني قليل اكو هيك حاله يعني شخص تزوج بنية على كرسي متحرك، احنا مجتمع كلش مفتور للاسف بافكاره. صح. يعني حبيت اوصل هاي الطاقه للناس، حبيت ابين لهم انه ماكو شيء مستحيل والحب اقوى من كل شيء وانه الله سبحانه وتعالى عوض كل شيء. حلو. اكيد طبعا. فعلا يعني. يعني حبيت اوضح الفكره هاي، دار اقتنع بها هو. يعني صار اصلا الموضوع عن طريق صدفه انه انا مجرد نزلت فيديو عادي انا وياه بدون حتى ما افكر به. بس الفيديو اخذ صدى. فمن انا بدا المشوار انه احنا حنكمل. حلو. بسبب اكيد التعليقات كانت توصلنا. حلو. حلو. طيب حوراء، السوشيال ميديا عالم مفتوح، كل شخص يعبر براحته عن الشيء اللي هو يريد يعبر به، فاكيد اكو ناس سلبيه واكو ناس ايجابيه، هل تعرضتم للتنمر؟ يعني ام الموضوع كان ايجابي لحد الان؟ شوف هو التنمر انا بحياتي مو شرط يكون بس بالسوشيال ميديا، انا التنمر اعاني منه بالحياه الواقعيه اكثر يمكن من السوشيال ميديا. بالعكس يعني السوشيال ميديا بس في البدايه كانت يعني مش غريب الناس تخاف من عنده، فكان يعني دخولي للسوشيال ميديا اذا اني او حيدر يعني كان شيء بقول لك يعني غريب بالنسبه لمجتمعنا، فاستغربوا من عنده شويه. من العالم تعمقت ويانا قامت تشوف انه احنا بدنا نوصل رساله انسانيه. بدا يصير لكم معجبين وبدا يصير لكم محبين اكيد. بالضبط، انه ذوي الاعاقه وناس اسوياء ما بهم اي شيء يقدرون يتحركون. المرأة من ذوي الإعاقة تقدر تكون زوجة وأم، تقدر تكون طالبة وتقدر تكون دكتورة وتقدر يعني طبيعي الموضوع. اكو كلمة دائما يقولها مصطفى هي الإعاقة ليس الإعاقة الجسدية وإنما الإعاقة الذهنية اللي هي يعني أنا هسر فعلا هسر ردت أقول لك يعني ردت أقول لك إنه عذرا يعني عذرا مو للتصحيح ولكن للتذكير للكل إنه أنتم أصحاب همم، أنتم أبطال، أنتم رغم الظروف اللي مريتوا بيها البعض اليوم اللي يتنمر هذا عنده اعاقه ذهنيه. بالضبط. صدقيني الاعاقه هي الاعاقه الذهنيه. انت اليوم ما شاء الله عليك عندك فكر، عندك ابداع، مثقفه، تحديتي الظروف، فاني كلش ضد يعني مع احترامي لك اللي يطلق هذه الجمله على موضوع انه اصحاب الاعاقه، لا لا ماكو اي اعاقه. الاعاقه تواجهنا كليتنا بالحياه، لكن مشكله الاعاقه الذهنيه هذه واحد شلون يقدر يحلها وشلون يقدر يتجاوزها، واحنا اليوم عندنا هوايه ناس عندهم اعاقه ذهنيه مع الاسف بتنمرهم باسلوبهم ما يفكرون انه الله سبحانه وتعالى من ياخذ شيء ينطي الاعظم، والدليل اللي راح نشوفه وياك ويا المشاهدين بهذا الفيديو والمحتوى اللي تقدميه على السوشيال ميديا. واما بنعمه ربك فحدث. ما أنت مني إلى
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. بالتأكيد طبعا هذه الفيديوهات الجميلة اللي شاهدناها لحضرتك. هسه نجي على غير لحظات، لحظات الخلاف أكيد هي واردة بين كل الشركاء. هل حدث هذا الأمر بينك وبين حيدر أنه لحظة واجهتي بيها لحظة خلاف؟ حوراء سبحان الله. أوكي اسمعيني حوراء، سمعتي السؤال؟ اي بالضبط اي سمعت. هو يعني اكيد نعم. بس هي الكلمة هنا انه المشاكل تقوي الحب. يعني احنا صح. عادي مرات نتعرف ثلاث مرات باليوم، بس مستحيل يعني نقدر نتعرف عن حب. حافظتها ثلاث مرات باليوم. بس اكيد ما يقول الدكتور ثلاث مرات علاج علاج تحسوا. بس اكيد انت من حب الشيله يعني تتلافين الموضوع. عادي يعني نتعرف ثلاث مرات، بس يعني عادي. بس المشكله انه احنا ما نقدر نفترق عن بعض. يعني احنا هو طبعا. هذا هنا السؤال انا اساله الحيدر، اقول له انه انا وياك زواجنا قايم على موده ورحمه، لو احنا يعني نحب بعض. فجاوبني ببساطه قال لي والله حوراء احنا لو يعني على الموده والرحمه كان من زمان ترى طلقنا، لان انا وياك 24 ساعه نتعرف. فاحنا اكيد الحب اللي يجمعنا. يا رب ان شاء الله هذا الحب يدوم طول العمر. حوراء شوفي انا قبل شويه حكيت وقلت عن موضوع الناس اللي تتنمر واللي عندها اعاقه ذهنيه. يعني حيدر اليوم تحياتي له وكل حبي واحترامي له، وفعلا انحني لاخلاقه. اليوم هو من قرر يرتبط بحوراء كان قرار نابع من قلبه، مو موضوع انه اني للرأفة أو للتعاطف ويا الحالة اللي خاصة بحوراء، لا، مشاعره اللي قادته، أحاسيسه اللي أخذته، وكل مشاعره كانت محبة إلى حوراء. طيب أنا بدي أعرف هنا منك بس بكل صراحة قبل ما أنتقل للسؤال، إنه عندي سؤال شخصي. عائلة حيدر شلون استقبلت الموضوع؟ كانوا موافقين إنه حيدر يتزوج حوراء لو كانت أكو معارضة من عائلته؟ شوف بس تحقيقا على كلامك، أعتقد إنه حيدر كان لقايته مشاعره، مو موضوع إنه رأفة أو شفقة أو من هذا الموضوع. أنا أكيد لو كان زواجنا مبني على هذا الموضوع كان ما استمر طبعا، ما يستمر. بس حيدر يعني أنا أصلا أهلي يعني تعرف يعني أكيد يخافون علي، فأصلا يعني طلبوا شروط. شوف التعجيزية على حيدر. المشكلة إنه حيدر كان عليها وهو مغمض، يعني ما كان حتى يناقش فيها. وهذا هم دليل ثاني. اما احنا حيدر، حيدر يعني قلت لك هو السنه ونص يحاول انه يخطبني كان يلاقي الرفض. فبهالاثناء هو كان والده الله يرحمه استشهد قبل ما اتزوج. دائما يقول لي انه انا والدي بس في البدايه رفض، لان ما كان يعرفني انه انا جدي بالموضوع. والدي رفض مو السبب انه انا على كرسي متحرك، والدي رفض انه ما يريد حيدر ياذيني او يجرحني او يكسرني. يعني فما كان متاكد من مشاعر. بعد ما قعد حيدر وياه وسولف له وقال له بابا انه انا يعني انسانه هاي رايدها حرفيا مو مجرد كلام. هو بعدين والده اللي اقتنع، بس سبحان الله ما صارت لي فرصه اني التقي فيه. قلت لك انه انا قبل ما اعرف حيدر والده استشهد. الله يرحمه اكيد ويغمد روحه الجنه. يعني والده هنا كان متخوف من حيدر عليك انت، ما كان الخوف منك على ابنهم. تخيل. حلو. لا لا بالعكس، يعني هو والده اصلا متحضر، وهو اصلا يعني ثلاث ارباع حياته كان خارج العراق مو بالعراق. حلو. طيب حوراء بحياتك اليوميه يوجد داعمين لك اضافه لحيدر يساعدك في تفاصيل عمل المنزل والاطفال، او انه كليته انت هذا جهد ذاتي يعني بحت انه لازم انت تسوي وتقومين به؟
شوفي احنا حاليا يعني اسرتنا طبعا وحي دار واخر حي هو يعني بالبيت. اكيد يعني هم يعني كلش مصدر طاقه لي، وهم يعني على فكره هم كلش متعاونين، حلو. يعني يحاولون شتى الطرق انه ما يساعدوني. اما بالنسبه لشغل البيت نعم، فهالشيء انا احبه حتى اثبت روحي انه احنا اقوياء، انه انا قويه يعني، اكيد تفهمين انه انا رغم انه انا هسه حاليا تامر فتره حمل ما شاء الله. الف مبروك حبيبتي، ولازم اقوم يعني اسوي كل شغل البيت وحدي، فيعني هذا بس يعني انت احسه يثبت لي انه انا شقد قويه، وشقد انه الله سبحانه وتعالى ما خلاني زوجه وام، يعرف فيا انه انا عندي الطاقه والقوه هذا الموضوع. الله يقويك يا ربي، وان شاء الله تقومين بالسلامه بالتاكيد. يا عمر حبيبي، بس بشغل البيت وانما يعني في مجالات في الحياه، لان تعرفين الزواج مو شرط انه انا اشتغل، لا مو بس تنظيف وشغل وهيك صح؟ خصوصا الام، يعني انا قبل كنت احس انه الامومه في شيء سهل، وهم يقولوا لي انه الامومه مسؤوليه ما كنت افتهمها الا اذا يعني ما صار عندي. صح. الله يحفظه، الله يحفظه يا رب ويقومك بالسلامه. حوراء اريد اعرف انه هذه تجربتك وقدرتك على ممارسه حياتك بشكل اقرب للطبيعي. هذا الموضوع اثر اليوم ببعض الفتيات اللي مثلا يعانون من نفس الوضع الصحي اللي انت بيه اليوم؟ عفوا ما سمعت. اليوم تجربتك وقدرتك على ممارسه حياتك بشكل جدا طبيعي، هذا الموضوع اثر على الفتيات اليوم يعانون نوعا ما مثل وضعك الصحي؟ مثلا ممكن انه تراسلوا وياك او دخلوا على حسابك الشخصي وقالوا لك انه انت مؤثره بينا، احنا نعاني من نفس الوضع الصحي اللي عندك، لكن كنا محبطين مبتعدين عن العالم بصوره أو عامه. يعانون من تنمر صح؟ بالضبط، او يعانون من تنمر وانعزلوا، فكنتي انت لهم القدوه بتجربتك اللي عشتيها واللي قدرتي انه تغيرين وتثبتين للكل انه انت قادره على تثبتين وجودك وتكونين ام وتقومين بكل تلبيه احتياجاتهم. شوف انا قلت لك يعني واحد من الاسباب الرسائل كانت توصلني على السوشيال ميديا، فانا كانت توصلنا رسائل تقريبا يعني ما اقدر احددها، بس كل شوي توصلنا رسائل اذا من بنات او من ولد من الطرفين كانت توصلنا انه احنا نستخدمكم قدوه انيا. يعني من ناحيه اذا كان حب، والبنات ايضا يعني من ناحيه انه شلون انت تقدرين تكملين حياتك رغم كل الشغلات او المعوقات اللي تصير وياك. انت حرفيا اعطيتينا طاقه وامل حتى نكمل حياتنا او نشتغل على حياتنا، او على الاقل على الاقل نسوي شيء احنا نحبه وننجح فيه. حلو. طيب حوراء الطفل اوكي سوري كملي. اي تفضلي تفضلي حوراء كملي. لحد ما احنا وصلنا المرحلة اني حيدر بالبيت واتصل علينا شخص، هم الصراحة طلع، فمن طلع حيدر طلب من عنده انه قال اني بس جاي اريدك يعني تجي وياي تروح تقنع اهلي انه اني اخذ حبيبتي، لان حبيبتي مجرد تمشي على عكاز فاهلي ما مرتاحين بها، فانا اريدك تيجي تقنعهم تشوفهم انه انت ماخذ الدنيا على كرسي وتحرك وعادي حياتك. هذا اللي هذا اكثر سبب دفعنا انه احنا نكمل اللي نحكي عنه. فعلا يعني شوفي هذا دليل يعني على الاعاقه الذهنيه اللي عندنا اليوم، الفكر اليوم اللي عندنا ينقص، الوعي ينقص، الثقافه، انه احنا كليتنا بشر، كليتنا اليوم عندنا مشاعر، كليتنا اليوم عندنا احاسيس، كليتنا اليوم نحب. الحب ما له علاقه لا بفئه عمريه ولا له علاقه بمستوى دراسي ولا له علاقه بحاله صحيه ولا له علاقه باي شهاده كانت. الحب مبني على اساس مشاعر واحاسيس صادره مني الى الشخص المقابل. أكيد. بعيد عن كل هذه الامور اللي ما اعتقدها هي لا راح تكمل الحب ولا راح تزيد من الحب ولا راح تقلل الحب. اكيد طبعا حوراء، الطفل اللي جاي او القادم وهو ولد لو بنيه، وشنو الشعور يعني طفلك الصغير الاول بعد ما كان محور الاهتمام، هل هو متقبل وفرحان لو اكو استغراب واكو شيء من نوع من الغيره؟ شنو كانت ردود افعاله من عائلته؟ شوفي هو بنيتي كبير طبعا على اسم
يعني والدتي الله يرحمها، فهو اسمه أركان. نعم. فركوني عمر سنة وعشرة أشهر، فما ما مستوعب إنه راح يجي طفل ثاني. يشارك بيويا. فحاليا لحد الآن شنو هو اسمه؟ ما عنده أي ردة فعل، يعني ما يعرف بعد ما يفهم. أي رياكشنات ما. اوكي، يعني انت يعني انت انطيتي خبر وقلتي له انه اكو بيبي بالطريق جاي وهيك وحيكون عندك. زين هو حيكون اخ له اخت لو بعدكم ما تعرفون؟ لا هو يعرف، يعرف يعني مرات نحاول نفهمه نوصل له فكره. بس اكيد يعني بعده يعني مو كلش، مو مثل ما راح يجي الطفل، اكيد ما راح يجي راح يفهم اكثر. نوع الجنين تحددتوا شنو طلع؟ يعني سويتوا سونار؟ لو بعد صغير فهم راح يجي اخ ان شاء الله. عمري يا رب ان شاء الله يتربى بعزكم ما شاء الله ودلالكم اكيد. الله يقومك بالسلامه، والله يعطيك المقدره والقوه اكيد لتربيتهم، والله يحفظ لك حيدر. انا تمنيت يكون حيدر موجود حتى انه اقدر احكي وياه اعرف تحياتنا له، اعرف مشاعره، اعرف شنو اللي خلاه يتمسك هذه السنه بالكامل. ما اسمع. اذا يستحي ترى من الكاميرا كلش خجول. ما عليكم بالفيديوهات. سلامنا الى لعد من وراء الكواليس. تحياتنا الى اكيد الحيدر، واني ارجع واقول الله يديم عليكم المحبه. آمين. والله يحفظك ويعطيك الصحه والسلامه دائما، وينور طريقكم دائما بالصحه والرحمه والرزق عليك وعلى زوجك حيدر يا رب. شكرا لكم وقناة الرشيد، ولقاء حلو وخفيف ولطيف. احنا اللي فرحانين ان شاء الله يا حوراء. نصيحة او رسالة او معلومة لكل شاب وشابة يعانون من ظروف صحية بالتأكيد ويائسين من الحياة ويرفضون يشوفون الفرص اللي عندهم رغم محنتهم. نصيحة لكل انسان على وجه الكرة الارضية قاعد يتابعني هسه، نعم، انت بداخلك عندك طاقات قدرات ما حد يعرفها غيرك، بس انطي روحك شويه دافع، انطي روحك شويه ايمان بقدراتك، شويه ايمان انه الله سبحانه وتعالى راح يكون موقف وياك. صدقوني 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 راح تبدعون باي مجال انت راح تختاره، مجرد خلي عندك ثقه بروحك، خلي عندك ايمان بقدراتك. فعلا جدا فخورين بيك وشكرا لوقتك اللي منحتيه لنا حتى نسمع ونستفاد ومعلومات ونثبت للعالم اجمع انه ماكو عائق بالحياه يعيق النجاح ويعيق الطموح ويعيق وصولك لاي هدف انت حاب توصل له. شكرا لك حوراء، والله يحفظ لك الصغير ويحفظ لك حيدر، وان شاء الله يا رب تقومين بسلامه. شكرا لك، نورتينا وجدا سعيدين كنا بلقائك. حبيبتي. شكرا لك حوراء. اذا مشاهدينا الكرام، من بعد هذا المحور المهم والانساني واللي مليء بالشغف والطموح والنجاح رغم كل معوقات الحياه او المعوقات اللي تواجهنا صحيا، لازم نكون عندنا قدره وايمان ونثبت للعالم اجمع انه احنا قادرين إيمان على النجاح. ايمان موجوده ويانا. فاصل ونتواصل وياكم بكل فقراتنا اليوم.